البيتزا اللي هنعملها مع بعض النهاردة بيتزا بالسوسيس بأقل المكونات والمقادير ببواقي التلاجة. يلا اسمعي الفيديو للآخر عشان تعرفي الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله اخر يوم في رمضان، وبكرة العيد، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى خلاص زهقنا من الأكل، ولحمة وفراخ ورز ومكرونة. يلا نغير، يلا نشوف ايه اللي عندنا في التلاجة ممكن نعمل بيه فطار، وهل هينفع ولا لا. بصوا بقى، انا معايا ايه هنا؟ معايا سوسيز، معايا خميرة، معايا ملح، معايا سكر، معايا 3 كوبايات دقيق، ولبن بودرة، وجبنة موتزاريلا. يلا نشوف هنقدر نعمل بالكميات البسيطة دي نقدر نعمل بيتزا محترمة كده وتملى العين وهتكفينا فطار. يلا نشوف هنعمل مع بعض. الفيديو ده يعني عايز اعرفكم ان ممكن يكون عندنا حاجات بسيطة قوي في التلاجة، وممكن نعمل بيها فطار كويس او نعمل بيها وجبة كويسة تقضي، يعني هتأدي الغرض. لان طبعا في رمضان بيكتفوا بالتمر والعصير، ما بياكلوش حاجة. والله امبارح كان في رز، وكان في صينية بطاطس وطاجن خضار ولحمة وفراخ، مفيش أي حاجة اتاكلت نهائي خالص. فعلى ايه؟ احنا ممكن ببواقي الحاجات اللي في التلاجة البسيطة جدا ممكن نطلع وجبة محترمة كويسة ونأدي بيها غرض معين وتبقى زي الفل. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. أول حاجة طبعا حط الدقيق هنا، تمام، حطينا الدقيق كده. اول حاجه هنحطها على الدقيق رشه الملح، دقيق يعني ملح. خلاص هنا حطينا الدقيق ورشه الملح، هنا حطينا الخميره ومعلقه سكر كبيره، وادي اللبن البودره هنحطه على الدقيق اهو، وهنا السكر والخميره هنحط عليها ميه دافيه ونقلبها كده، ونسيبها لحد ايه؟ نختبر الخمير. بس كده نسيبها كده على جنب، نغطيها اهو، نغطيها كده، حطيناها اهو. ده خلاص بقى مش عايزين نكسر الخميره ده واللبن البودره كده. السوسيز والموتزاريلا مرحلتهم مش دلوقتي، دلوقتي اهم حاجه احنا بنجهز للعجين. خلاص نشوف الخميره ونرجع مع بعض تاني. دلوقتي بقى تعالوا نشوف كده الخميره اهو، ما شاء الله عليت اهي. بصوا هننزلها بقى كده، تمام، ونقلب، نقلب كل ده مع بعضه. تعجيني عادي بقى العجينة بتاعتك العادية خالص، وفي هنا اهي مية دافية للعجين. نعجنها كده مع بعض، نقلب كل ده. نسيت طبعا اقول لكم لازم زبادي وزيت. نفتح كده الزبادي نحطه على طول عشان العجينة تبقى كده طرية وجميلة اهو. حطها كده كلها، حطيت بقية الزبادي اهو، تبقى شوية مية. لازم طبعا المية تكون دافية عشان تنشط الخميرة، وزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي، لازم نسمي الله ونسأل البركة، اللهم اسألك البركة في كل شيء. البركة يا جماعة جنود مجندة، المفروض نطلب البركة من ربنا في الصحة وفي الأولاد وفي الرزق. البركة مش في المال بس، ده في الأولاد والصحة وفي الرزق وفي كل حاجة. اللهم نسألك البركة في كل شيء. هعجنها بقى، أقلبها مع بعض كده وهعجنها وأوريها لك. خلاص عجنت العجينة أهو، بقت بالشكل ده ملفة وجميلة أهي. هحطها بقى، أحط على وشها شوية زيت بسيط كده بس أهو، أحط على وشها كله كده وغطيها، حطها في مكان دافي مظلم لحد ما تختمر. يا جماعة عشان تخمري عجينة
مش بوقت معين او بساعة معينة، لان ممكن في الحر ما تستحملش فتخمر بسرعة. عشان تخمري عجينة بقى بالعين، انت تشيلها في مكان وعلى طول يعني تبص عليها لحد ما تعلى وحجمها يتضاعف، يبقى كده اختمرت. نرجع ان شاء الله نشوفها. تعالوا نشوف كده الحشوة بتاع البيتزا معانا. طبعا قلت لكم السوسيس ده هقطعه واشوحه على النار، وكيسين صلصة، وجبنة موتزاريلا، وفلفل اخضر واحمر. هقطع الفلفل طرنشات دائرية ونشوفه مع بعض، ونشوح السوسيس ونشوف كل ده. دلوقتي هنجيب طاسة على النار، حط فيها شوية زيت، وانزل بالسوسيس. هشوح السوسيس كده تشويحة خفيفة ونشوفه مع بعض. دلوقتي خلاص السوسيس اهو شوحته كده تشويحة خفيفة، هنشوفه ان شاء الله واحنا بنحطه على العجينة. دلوقتي خلاص العجينة، بصوا بسم الله ما شاء الله، اهي انا كنت مغطياها، شايفين الحجم بتاعها الاول كان عامل ازاي؟ اهي ما شاء الله زادت خالص اهي. احاول بقى افرغ الهوا ده، اطلع الهوا ده. اهو تمام. هنحتاج بقى للحشوة فلفل اخضر متقطع دواير اهو كده، انا بحب اقطع التقطع دي بتدي شكل حلو، وفلفل احمر كمان، والسوسيس شوحته تشويحه بسيطه، وكيسين صلصه، وجبنه موتزاريلا بس. ونشوف مع بعض الطريقه. دلوقتي خلاص قسمت العجينه وسبتها ترتاح شويه، وهبتدي بقى نفردها ونحطها في الصواني ان شاء الله. ودلوقتي خلاص فردت العجينه في الصواني، هبتدي بقى احط المكونات واحده واحده. هبتدي الاول بالصلصه ونشوفها مع بعض. دلوقتي خلاص فردت الصلصه اهو على الصواني، هبتدي احط بقى المكونات بتاعتي. انا في اول الفيديو قلت لكم انا عامله بالمكونات اللي عندي في الثلاجه، بقلل المكونات. هنبتدي نحط المكونات واحده واحده مع بعض. دلوقتي خلاص حطيت العجينه، وبعدين الصلصه، وبعدين الفلفل الاخضر والاحمر، والسوسيس اهو. انتوا كنتوا فاكرين ان الكميه قليله، بصوا ما شاء الله. انما دي بقى حطيت عليها بصل وثوم وفلفل وشطه وزعتر، وهنحط عليها تونه يبقى طعم مختلف يعني. تمام. ودي هحط عليها بس الجبنه الموتزاريلا. الفيديوهات اللي قبل كده كنت منزلاها بالبيتزا، كنت بحط الجبنه الموتزاريلا تحت عشان تربط العجينه. لا، احنا بنقول الفيديو ده بالمكونات اللي موجوده عندي في التلاجة، على قد كميه الجبنه اللي وريتها لكم في اول الفيديو هنحطها دلوقتي. خلاص اهو حطيت الجبنه الموتزاريلا على الصواني الكبيره، الصينيه الصغيره دي حبيت اوريكم الحشوه بتاعتها اللي هي التونه اهي. وابتدي بقى دلوقتي احط الجبنه، ما شاء الله يعني شفتوا كمية الجبنة اللي أنا وريتها لكم، والسوسيس كنت تقولي مثلا ده مش هتقضي حتى صينية واحدة أهي. هوزعها وأوريها لكم. دلوقتي خلاص وزعت كده الجبنة كلها، هنبتدي بقى ندخلها الفرن. الفرن هتكوني مشغلاه قبلها بربع ساعة، تحطيه تحت الأول على الصاجة، ولما تحسي إنها خدت لون واترفعت شوية هنحطها في النص على الشبكة، وبعدين تحت الشواية تاخد لون، ونشوفها إن شاء الله بعد. وادي البيتزا خلاص بعد ما سويناها وطلعناها من الفرن، جميلة جدا، والعجينة فظيعة. بصوا بصوا من هنا، وطرية جدا ازاي، جميلة جدا. ودي البيتزا خلاص بعد ما خلصناها وطلعت من الفرن، ممتازة جدا. بصوا بصوا من هنا، جميلة جدا، والعجينة فظيعة وطرية جدا. يلا جربي الوصفة، بيتزا بأقل المكونات والمقادير اللي عندك في التلاجة، وطبعا عملنا معاها كول سلو، كاتشب ومايونيز. وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.